نحن مصنع ريفايبا، شركة إدارة خدمات البيئية العالمية، تعمل في مجال إعادة تدوير المواد الصلبة والسائلة. تأسس مصنع ريفايبا في مدينة ينبع الصناعية عام 2008، وتبلغ طاقته الإنتاجية 300,000 طن سنويا. يتبع مصنع ريفايبا لإحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات السعودي، الشركة السعودية لإعادة التدوير، بما يتوافق مع شروط الهيئة الملكية، وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030. نستقبل في مصنع ريفايفا العديد من المياه الملوثة من مصافي البترول والمصانع البتروكيماوية. بعد ذلك تبدأ عملية الفلترة لفصل الزيوت والمواد الصلبة، ثم تبدأ المعالجة الكيميائية ويليها المعالجة البيولوجية لينتج في النهاية مياه صالحة للاستخدام.